زكريا تعال. اشمعنى زكريا يعني؟ هنعمل ايه يا حاج؟ هناخد عز عمك النهارده. يبقى مين بقى اللي عمل فينا كده؟ متولي وجلال. جلال سافر بس اهله هنديهم له لما يرجع لنا بالسلامه. ومتولي؟ متولي حابس نفسه في بيتهم ومزود الرجاله والسلاح عشان يحموه. انا طار عمي ما يكفنيش فيه الف روح، هنطربق البيت فوق متولي واللي بيحموه. هو ده الكلام راجل يا زكريا. طب اهدى اهدى يا زكريا واقعد. اهدى ازاي بس؟ اهدى ازاي يا حاج؟ اهدى يا زكريا اهدى واسمع كويس اللي ابوك هيقولك عليه. انت اللي قلتلنا ان الطار لازم ناخده بايدينا وان الطار ما بيباتش. قلتلك اه بس ما علمتكش. انت دلوقتي دماغك سخنة، وطول ما دماغك سخنة هيصطادوك وانت رايح. عمك سليم حط خطة، هيقعد معاك ويقولك. اهم حاجة عم ينام في تربته مستريح النهاردة. الطار ما بيريحش اللي مات، بيريح اللي عايش. قوم يا ابني روح مع عمك سليم، خد بطار عمك وانا هاخد عزاه. انا مش هستنى هنا في البيت لما اموت من القلق. اي حد يخرج من القصر تخطفه فورا، اي حد. هي مش هتتحل غير كده عشان نعرف نتفاوض عليه. اوامرك يا ريس. عيطي يا نهد عيطي. جوزك ما يكفيهوش عياط الدنيا كلها. قدر ومكتوب. ربنا يصبرك يا نهد ويصبرنا جميعا. ونعم بالله. شريف قال لي لما هيبقى كبير هيبقى معي موجود على طول. دلوقتي مش موجود. راح خلاص. مش هشوفه تاني. راح مداني. فداني. الله يرحمك يا شريف. ولادك ولادي يا ناهد. ربنا يصبرك. حق جوزك هيرجع لنادي. بسم الله الرحمن الرحيم.
زكريا لو قربت من هنا انا وهو هنموت. هتعمل ايه يا زكريا؟ هتعمل ايه؟ سامحني يا ابن عمي بس الدار لازم يتاخد. قضي الأمر. مالك يا آية في إيه؟ صلاح ما جاش العزا وبكلمه وما بيردش عليا. عادي يا بنتي ما تقلقيش، يمكن جه وأنت ما خدتيش بالك. هو أصلاً قالك إن هيجي؟ آه، آخر حاجة قالها لي على الواتساب إنه هيقابلني هنا وبعدين هيروحني. طب يمكن بيجيب حاجة من جوه، ما تقلقيش بقى. أصل أنت ما شفتيش اللي أنا شفته يا مي. أنا خايفة وقلقانة قوي. أنت كده اللي خوفتيني. هو أنت شفتي إيه؟ ايه دي؟ انا خدها معانا. متاسفين يا صالح بيه، يعني المكان مش قد المقام يعني لاستقبال سعادتك، لكن هنعمل ايه بقى؟ متورط وموضوع لا ليك فيه ولا حاجه ابدا. سامحنا على الطريقه اللي رجالتي يعني خدوك بيها عشان تيجي تزورني هنا. ورطت نفسك في حاجة أنت مش قدها، أنت صعبان عليا أوي. زايدن والسلام. يا زكريا بقاء لله في عمي شريف. قام الصلاة. حياتك الباقية يا ابني، عبد الله اتصاب وجبنا المستشفى. إن شاء الله هيبقى كويس. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون. نزف دم كتير واحتاجنا لدم، ويا ريت يكون بسرعة. أنا فصيلة دمي نفس فصيلة دم عبد الله، حضرتك تقدر تنقل له دم من عندي. طيب ناخد عينه، اتفضل معايا. عمي خلي بالك من البنت اللي في العربية أرجوك. طيب طيب اتفضل. دكتور طبعا يا دكتور انت فاهم بالظبط هتعمل ايه. فاهم يا سليم بيه، هيخرج النهاردة من غير ما نعمل محضر، المهم ننقله دم بسرعة. طب يلا يلا اتفضل اتفضل. أكرم عاوزك ضروري. أيوه مع السلامة. استغفر الله العظيم. خير يا باشا؟ بتقول للشريف اتصفى هو ورجالته في فيلته، عاوزك تاخد رجالتك وتطلع لهناك، وقبل ما تروح هناك تجيب الملف بتاعه ليا. هو زين العطار هياخد طاره بسرعة كده؟ ما أعرفش يا سيدي، هو متولي الشريف حد عادي؟ راجل أعمال مهم، الدنيا كلها هتتقلب. احنا عاوزين نتابع الموضوع أول بأول، أول ما تعرف أي حاجة تتصل بيا، مش عاوزك تتصرف أي حاجة من دماغك، فاهم؟ اتفضل. تمام عليك. استغفرك يا رب يا توب عليك.